بالمناسبه تنشكروا سي ابراهيم مسؤول عن نادي الغسوس اللي اتصل معنا في غضون اسبوع جمعنا ليه ايكيب ديال تيزنيت نسميوها منتخب تيزنيت جينا نمثلوا تيزنيت في هذا التورنوا الدولي ان شاء الله اللي تنتمناو تعاود ولا يتكرر بحال هذا التورنوا ولما لا نجيبوهم لتيزنيت نستافدوا منهم حتى حنايا ونستافدوا المؤطرين ديالنا ونستافدوا الوليدات ديالنا المشاركه ديالنا كما تعرف الجميع حنا اسبوع ترينينا فيه ثلاث ايام ثلاثه الحصص حصه نهار الاربعاء والخميس والجمعه وجينا اليوم السبت جينا شاركنا جبنا اول تعادل بطعم الانتصار لو كان باقي عندنا الوقت ممكن يكون الانسجام اكثر من هكا اللي شفنا اليوم الدراري راه حسب المعرفه ديالي باش ما نتسماش قصيت شي واحد ولد تيزنيت من موال ديال 2001 2002 هادو اللي تيخرجوا التدريب 3 جور 23 ولا 25 واحد راه جبتهم كاملين معايا اللي تنتمنى باش يكثروا هاد الوليدات هادو ديال موال 2002 2003 2004 باش نكونوا فريق مستوى تقني يكون عالي شويه على لي زيكيب اللي تلقاو هنا في اكادير لما لا حيت تيزنيت تتوفى على مواهب شفناهم شي ثلاثه المواسم ولا اربعه اللي تنطلب منهم باش غير يسمعوا بحال هاد لي تورنوا هادو هما يكون فيهم الهم باش يخرجوا للتدريب باش حتى حنايا يكون عندنا واحد المجال يكون كبير باش نختار واحد المنتخب اللي هو منتخب يكون يقدر يمثل يشرف تيزنيت احسن تمثيل. حضرتوا هنا وشفتوا مجموعه من المباريات، كيفاش كيبان لكم المستوى التقني ديال مختلف اللاعبين ديال الفرق المشاركه؟ مستوى ان لم اقل نفس المستوى اقول المستوى ديالنا احسن من المستوى ديال بعض الفرق اللي شفنا. نعاود نقولها، علاش حنايا ما نمثلوش تيزنيت احسن تمثيل؟ تكون واحد القاعده تكون كبيره شويه ابتداء من الموسم المقبل. انا راه فكرت في هذا المشروع هذا، الا كان الدعم من المجلس البلدي ولا المجلس الاقليمي انا راه هنا الاشاره، ما كاينش راه ما عندنا ما نديرو، ما بدا ما ضافر الجهود. شكرا.